اسمعني مليح. بالنسبة من خلال استعمال الوسائل السينوتقنية وكذلك في إطار مكافحة الإجرام السائد تم تصدير مخطط عمل مشترك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني في ولاية قسنطينة، وهذا لمداهمة البؤر والأوكار الإجرامية، أين تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف. تم في لحد الآن تم توقيف بعض الأشخاص، من بينهم حتى أشخاص كانوا بصدد ترويج مخدرات، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.